السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نخدم معكم الرنده ديال الورقه. عندي هنا ثلاثه ديال الالوان. اول حاجه غادي نحتاجو الحرير على حسب اللون اللي بغيتو نتوما. انا عندي هنايا الغوز، وعندي هاد الزرق اللون ديال الجلابه، وعندي هاد البلوسيال، داك البلوسيال اللي تيكون بارد ماشي داك اللي تيكون ناصح كيفما كتشوفوا معايا. انا هنا برمتهم على جوج، ها هما، ممكن تبرموهم على جوج ونص، يعني ما تفوتوش هاد القياس. لا درتهم على ثلاثة كتجي شوية الخدمة كتجي غليظة. انا بديت هادي وصورت لكم من الاول فاش بديت، وتمسح لي داك الفيديو. انا غادي نوريكم الطريقة باش كتبداو، عاد غادي نرجع معكم هنا ان شاء الله باش نكملوا هاد الخدمة. كيف ما كتشوفوا معايا هنا، هذا هو الثوق ديال الجلابة. هنا خدمتها من هاد الهبطة ديالها وجيت لهنايا. انا ما غاديش نقطع، غادي نخدم بهذه الطريقه. هذه كتجيو هنا كطويو هاد الثوب ديال الجلابه بحال هكا. غادي نطويو على هذه الطريقه وغادي نثبتوه بالخيط. ها نتوما شوفوا معايا عاوتاني هنا، ها نتوما يطوى هكا نيشان، ما تهبطوش هكا بزاف وما طلعوش هكا بزاف، يعني نيشان هكا. ها نتوما هو واضح لكم مزيان. صافي، انا غادي نشد هادو بليبرا بحال هكايا وغادي نقلب الثوب ونرجع معكم. صافي، كيف ما شفتوا معايا انا قلبت دابا الثوب. صافي، وغادي نبداو. هنا عندي ربعه ديال الضريبات ولا ربعه ديال الغريزات، هادو هاد الهبطه ديال الكورميط. كيف ما كتشوفوا معايا عندي الخيط مبروم على جوج. غادي نبداو على بركه الله، غادي نرسي الخيط. غادي نجيو لهاد العوينه الاولى نضربو فيها واحد، غادي نجي عاوتاني واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه. عندي ربعة ديال العوينات، غادي نزيد دقة في الثوب هكا. سمحوا لي نجر هاد الخيط، غادي ندير دقة في الثوب بحال هكا، وغادي نجي لهاديك الدقة اللي درت غادي نزيد فيها عوينة. هنا ها هي عوينة كيف ما كتشوفوا معايا، نحاول هكا باش نبينها لكم مزيان. ها عوينة تزادت عندي، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة. هنايا فين العوينة الأولى، دابا ولاو عندي خمسة. غادي نضرب عاوتاني في الثوب، نزيد واحد المسافة كيف ما كتشوفوا معايا هنا، وغادي نعاود نزيد عوينة واحدة أخرى ولا غريزة بحال هاد الشكل هذا، وكتجروا هكا وغادي تتكون عندكم واحد العوينه هنا. المهم انا غادي نبقى نخدم حتى نحصل على 30 عوينه ولا 30 غرزه. صافي، انا طالعه وانا كنزيد نوصل للقياس اللي بغيت وغادي نحبس. غادي نجي عاوتاني هنا نضرب عاوتاني، نضرب في الثوب عاوتاني كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نزيد عاوتاني عوينه واحده اخرى، الغريزات ما تيبانوش شويه لان الخيط على جوج كما قلت لكم، وكنزير الخدمه حيت الا ما زيرتوش الخدمه راه ما غاديش تجيكم زوينه. والخيط من الاحسن نبرموه يا اما على جوج ولا جوج ونص، كتجينا مزيانه. الا درناه على ثلاثة راه كتجي شويه الخدمه، كتجي الخدمة غليظة ما كتجيش زوينة. غادي نزيد عاوتاني هنا، نزيد غريزة واحدة أخرى، نزيد عاوتاني هاد العوينة، نزيد عوينة عاوتاني. صافي، نضرب في هادوك الغريزات اللي عندي كيف
كما كتشوفوا معايا راه بدات كتعرض، هي بدات كتبان لكم. هانتوما غادي نزيد عاوتاني نضرب عاوتاني في الثوب، من بعد راه غادي نقطعوا هذا الخيط ماشي مشكل. صافي باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نكمل بنفس الطريقه اللي غادي نوصل ل 30 عوينه، غادي نرجع معكم باش نوريكم اشنو غادي ندير. المهم الطريقه راه واضحه لكم مزيان، كتبقاو طالعين وانتم كتزيدوا. وما نساوش هذوك العوينات اللي زدنا هنايا ضروري لان نسيناهم بحال ما درنا حتى شي حاجه. كنزيد عاوتاني هنا نضربوا في الثوب عاوتاني وغادي نزيد العوينه هنا. غادي نزيد العوينه هنايا صافي، وغادي نبقى غادي تنكمل ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنا من بعد ما كملت 30 غرزه هنايا، ها نتوما شوفوا معايا عندي هنا 30 غرزه، واخا ما بيناش لان الخيط راه كما قلت لكم الخيط على جوج، الا بغيتو تجيكم عريضه شويه زيدوا نتوما في الغرز، زيدوا حتى ل 35 ولا 40 ولا اللي بغيتو. المهم بعدا كنقطعوا الثوب من هنايا، كنقطعوا الثوب على حد هذه البلاصه اللي بغينا. هادشي باش قلت لكم ما تقطعوش الثوب حتى تخدموا القياس اللي بغيتو عاد تحبسوا. صافي كتقطعوا الثوب صافي وكتقادوا هاد الثوب بحال هكا، تعاودوا ديروا ليه لوغلي وتقادوا على هذا الشكل هذا وتبداو تخدموا. المهم دابا غادي نكمل معكم هذه بدايه، وغادي نكمل معكم هذه من بعد ما كملنا 30 غرزه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كملنا هذيك البدايه اللي وريتكم، صافي كنديروا واحد خمسه ديال السطوره، 1 2 3 4 5 صافي. وغادي نبداو غادي نضرب في الغريزه الاولى، ها 1 ها 2 ها 3 3 ها 4 ها 5 صافي. ملي كنكملو 5 غادي نرجع دابا ونحاولو نزيرو ديما نزيرو الحرير مزيان باش ما يبقاش لينا مرخي. غادي نرجع انا في هاد 5 هانتوما غادي تكون عندي واحد العوينه هنايا، نحاول نخليها باينه باش ملي نكون كنرجع وكنخدم فيها ما نبقاش ندخل البره بحال هكا باش ما نقطعش هذاك يتقطعش ليا الحرير، لان الحرير كما قلت لكم كيتبرم ما بين جوج وجوج ونص يعني على الشعرات كما قلت لكم جوج شعرات ولا جوج ونص. صافي غادي نرجع عاوتاني واحد ها 2 ها 3 وهذه هي الرابعة. غادي نضرب عاوتاني في الثوب وغادي نرجع نضرب غريزة في الثوب نزيرو مزيان، عاود 1 ها 2 ها 3 ها 4 غادي نضرب 4 وغادي نرجع عاوتاني 4 ديال الغرزات وغادي نرجع عاوتاني ونحاولوا ديما كما قلت لكم نخليو هذوك العوينات باينين. صافي وغادي نكمل
كنضرب عاوتاني في الثوب، فين غادي نرجع الغريزه الاولى والثانية الثالثة، صافي الثالثة غادي نرجع عاوتاني هانتوما هي تكولين عوين هنا ها هي نقول اللي عندها ثلاثة، واحد جوج ثلاثة ضرب عاوتاني في الثوب، سمح لي هادي بقات شوية محلولة مرخية خصني نزيرها ضرب عاوتاني في الثوب هنا ونزير مزيان ضرب هاد العوينة ها واحد جوج فين غادي نرجع عاوتاني بقات لي هاد العوينه وحده نضرب عاوتاني في الثوب صير مزيان شي ونت كل عوينات مقادين هنا بقات عندي وحده عوينه وحده غادي نضرب في هاد العوينه وغادي نعاود نرجع غادي نرجع على الشكل هذا تكون عندي عاوتاني عوينه هنا صافي دابا هاد الخيط سالس منه غادي ندخلو في الثوب ندخلو بحال هكا صافي وحاولوا ديروا الخيوطه شويه صغار تبرموا الحرير شويه صغير صافي كيف مشوا معايا هاد الشيء ها كملتها درت خمسة بقيت نازله بقيت انا طالعه وانا تنقص يعني تكونوا عندي خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة غادي نجي لهاد البلاصه نفس الطريقه ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه اللي غادي نخدم بها هادي كيف ما كتشوفوا معايا جيت عاوتاني لهاد البلاصه كملت فيها خدمت فيها دوك الخمسة بقات لي هنا 20 غرزه غادي نخدم هادوك ال 20 غرزه غادي نبداو ها واحد ها جوج ها ثلاثة نزيرو مزيان كيما قلت لكم منخليوش الخدمة مرخية ها ربعة واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة ها ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة احداش اثناش ثلاثاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين ديرو عشرين وغادي نرجعو تاني غادي نبقى غادية جاية غادية جاية تنوصل لتمنية ديال تمنية ديال السطورة ان شاء الله ونرجع معكم كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما شحال خدمت غادي نوريكم بالضبط هنا غادي نحسبوا هاد الدوارات هادو عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية صافي ثمانية غادي نحبس وغادي نخدم عاوتاني نبدا باش ندير باش نخدم هاد الوريقة هادي غادي عندي غريزة وحدة الضربة الأولى هاد الثانية هاد الثالثة أربعة ها خمسة صافي دابا درت خمسة غادي نرجع نفس الطريقة اللي درت هنا غادي نديرها هنايا غادي نرجع عاوتاني
نضرب هذوك الغريزات اللي عندي، ما ننسى حتى شي وحده. نمشي نشيل الغريزه الاخرى. غادي نرجع تاني. كما كتشوفوا راه كتبقى عندنا عوينه هنا، كتحسب وحده جوج ثلاثة أربعة، صافي أربعة. غادي نرجع نعاود نرجع تاني، وكتبقى عندي دائما عوينة هنا، ها هي. ونزير مزيان. دابا ولا عندي جوج عوينات هنا، كنرجع عادي، نجي عاوتاني لهاد العوينه الاخرى. بغيتي نعاود نرجع عاوتاني، يعني تنكمل هادوك العوينات اللي عندي كلهم. نجي عاوتاني العوينه الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، وغادي نرجع عاوتاني. كنديروا عمليه ناقص، صافي كيف ما كتشوفوا معايا السمر بنفس الطريقه. غادي كنطيح في العوينات، فاش نكونوا تنخدموا غادي نعمروا، غادي نعاودوا نزيدوا عوينات، يعني شي حاجه ما غادي تضيع لينا. هنا باقي ليا جوج عوينات، وحده، جوج، صافي. وغادي نرجع عاوتاني، بقات لينا عوينه وحده، بقات هاد العوينه هادي. تما هاهي عوينه، هاهي العوينه الأخرى، صافي. هنايا ساليت، هنا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة كيف ما كتشوفو هنايا. غادي نجي عاوتاني لهاد القنيات هذا، غادي نخدم نفس الطريقة اللي خدمت، وغادي نجي لهنا. غادي يبقاو ليا، غادي يبقاو ليا شحال هنايا، غادي نحيد خمسة، وهنا خمسة، غادي يبقاو ليا، غادي يبقاو ليا عشرة. هادوك عشرة غادي نطلعهم تا هما، ومن بعد غادي نقسمهم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا، جيت لهاد البلاصه تا هي خدمتها بنفس الطريقه. هنا بقاو ليا عشرة، هادوك العشرة غادي نخدمهم تا هما، غادي نبقى نخدم، نمشي ونجي، نمشي ونجي، تيولي عندي عاوتاني نفس الطريقه اللي خدمت في الاول هنايا. يعني 8 ديال هادوك، 8 ديال هادوك الدويورات او هادوك المربعات غادي نخدمهم بنفس الطريقه كما قلت لكم. ها الاولى يعني عندي عشرة، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، سبعة، ها ثمانية، ها تسعود، ها عشرة، عشرة، صافي. غادي نرجع عاوتاني، غادي نرجع، غادي نرجع عاوتاني، واحد، ها جوج، الغريزة الأولى، الثانية، ها الثالثة، الثالثة، أربعة، أربعة، خمسة. نحاولو نشدو هادو بشي فنيت ولا شي حاجة بحال هكا باش ميبقاوش حنا تنخدمو باش ميديرونجيوناش في الخدمة.
خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة وغادي عاوتاني نرجع عشرة صافي وغادي نرجع عاوتاني نفس الطريقة هانتوما غادي نبقى غادية حتى نوصل عاوتاني على هادوك المربعات نوصل على نحصل على ثمانية ديال المربعات ونرجع معاكم. صافي كيفما كتشوفو معايا هنايا طلعت هادو تا هما ثمانية عندي هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية جيت عاوتاني هنا خدمت خمسة باش غادي نرجع خدمت خمسة وغادي نرجع في هاد اللوينة بنفس الطريقة الطريقة اللي درت معاكم في الأول فاش كنت كنرجع بحال هكا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة كيف ما كتشوفوا معايا هنا خدمت عاوتاني ثمانية عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية خدمت ثمانية عاوتاني جيت هنايا خدمت خمسة وأنا غادي نرجع دابا نفس الطريقة اللي خدمت معكم في هادي دابا غنبداو في عملية ديال الناقص على هاد الشكل هذا كنجيو هنا كنديرو هاد البلاوينة واحد جوج ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة خمسة وغادي نرجع عاوتاني ها واحد ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة صافي غادي ندير ربعة وغادي نرجع عاوتاني كنمشي معكم مرحلة بمرحلة باش تفهموا مزيان بالنسبة للناس اللي مهتمين وباغين هكا يتعلموا غادي نرجع عاوتاني هانتوما هي ولات عندي عوينة هنا وعوينة هنا درت الغرزة الأولى ها الثانية الغريزة الثانية الخيط بقى بصح ما تيبغيش يخرج بزاف تيبغيش يخرج لنا دغيا صافي باقي لي غريزة وحدة هنا صافي وغادي نرجع عاوتاني بنفس الطريقة وحدة جوج وحدة جوج ها ثلاثة ثلاثة وغادي نرجع عاوتاني هانتوما كتبقى لنا هاد اللوينة هنايا إلا خصو متبقاش ديرو فيها لبرا باش تبقى باينة ليكم مزيان دير التالتة غادي نضرب في هاد اللوينة الأخرى هاد المرحلة هي نفسها كتكرر يعني اللي خدمت معاكم هنا كنبقى نخدمها نرجع عاوتاني
هانتوما عندي هنا واحد جوج ثلاثة، وهادي اللي غادي ندير دابا هي الرابعة. كما قلت لكم الا خفتو العوينة ما غاديش تبانش لكم مزيان، حاولوا تدخلوا فيها الليبرة بحال هكا هانتوما وتزيروا، وها العوينة غتبقى باينة لكم. كنجي عاوتاني هنا كنضرب هاديك العوينة اللي بقات ليا، نعاود نرجع هكا هانتوما صافي، وهذه هي العوينه الاخرى صافي. وهذا الخيط غادي نحيدوه ما غاديش كنخدم به. عندي هنا واحد ها جوج ثلاثه اربعه خمسه، واخا عندنا هاد الخيوطه بزاف، ولكن غادي من بعد غادي نحيدوهم ما غاديش يبقاو، غادي من بعد غادي نخدموا عليهم. غادي نجي لهنا غادي نخدم عاوتاني بنفس الطريقه باش يوليو عندي هاد الوريقات على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، ونرجع معكم باش نبداو نعمروا هاد الفراغات اللي درنا صافي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت هاد الوريقات الاخرين هادو صافي، دابا غادي ناخذ هاد اللون هذا ديال الحرير وغادي نبدا نخدم هنا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضرب في هذوك اللوينات اللي كنت طالعه وانا تنخدم، هادو اللي عندنا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غادي نضرب في العوينة الأولى هانتوما. نتمنى يكون واضح لكم مزيان، إلا جاكم الفيديو طويل سمحوا لي بزاف، أنا بغيت غير نشرح لكم صافي. كنجي هنا عاوتاني غادي نحاول نزيد عوينة، كنزيد عوينة هانتوما على الشكل هذا. كنجي عاوتاني هنا ضرب بحال اللي كنضربو في بحال اللي كنضربو في الثوب، نضرب في هذيك العوينه اللي درت، نضرب في هاد العوينه هذه اللي درت هانتوما، وغادي نضرب عاوتاني نمشي لهذيك العوينه اللي درت الاخرى هذه. يعني ما يمكنش غادي نضربو هنا، الا ضربنا هنا غادي نخسروا الخدمه، ما غاتجيناش الخدمه زوينه. نحاولوا نركزوا على دوك العوينات هما اللي نضربوا فيهم هانتوما. نجي عاوتاني هنا نزيد عوينه، وحاولوا ديروا بحال هكا الطريقه اللي كنبين لكم، يعني باش ملي تبغوا تدخلوا البراد تدخل لكم بسهوله. انا كنخدم غير بشويه باش يبان لكم مزيان ويكون واضح لكم كيف ما كتشوفوا معايا. نعاود نضرب عاوتاني هنايا، حنا طالعين وكنضربوا في دوك العوينات، وانا سنزير مزيان الخدمه هانتوما. نجي عاوتاني هنا هذيك العوينه اللي درت، ملي كتدخلوا فيها الابره كتجيكم ساهله ما كتبقاوش ما كتقصحش لكم. كنجي لهاد العوينه الاخرى اللي درت هنا، دابا هنا درت ثلاثه ديال العوينات، باقي ليا جوج هانتوما، غادي نزيد عاوتاني هانتوما. غادي نجي عاوتاني هنا نضرب هاد العوينات اللي باقي ليا، نضرب في هاد الرندة اللي طلعنا من هنا صافي. كيما كتشوفوا معايا كنبقى نستمر بنفس الطريقه، تنكمل هادشي اللي عندي حتى نوصل هنايا. غادي نجي عاوتاني لهنا، كنزير مزيان واحد جوج ثلاثة، هاديك العوينة اللي زدت هي أربعة. نجي عاوتاني هنا هانتوما الخدمة كيفاش كتجي. غادي نضرب ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة، هادي
شفت العوينه اللي زدت هنا هي 4، ها هي 4 وها 5، ها هي 5. نزير مزيان هكا باش ما تجيش الخدمه واسعه بزاف. غادي نزيد هذيك العوينه هنايا، ها هي صافي. وغادي نرجع هكا، طرف هاد العوينه الاخرى طرف حنا، وغادي نرجع عاوتاني واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، وها خمسة. هي هادي 5، هي كيف ما كتشوفوا معايا. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نضرب في الثوب وغادي نرجع، غادي نولي نضرب في الثوب ونرجع، نضرب في الثوب ونرجع حتى نوصل لهنايا. ها نتوما ضرب في الثوب، نزير شي شويه بحال هكا باش ما تبقاش الخدمه مرخوفه. هاد الشكل هذا، وغادي نضرب في هاد العوينه صافي كيف ما كتشوفوا معايا، ونرجع نضرب في العوينات عادي هكا. صافي غادي نكمل نوصل هنا ونرجع معكم. صافي كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما كملت هذه طلعت حتى لهنا، جيت عاوتاني لهاد الاخرى خدمتها بنفس الطريقه. وصلت هنا بغيت انا نوريكم الطريقه كيفاش تجمعوهم. غادي نكمل هكا، نبقاو غادي حنا تنضربو في هذوك العوينات. غادي نشيل هاد العوينه الاخرى هادي، صافي. دابا غادي نشد هاد الخيط هذا اللي شاط لينا من هنا، هما هاد الخيوط هادو اللي تيبقاو فهادو راه ما يمكنناش نقطعوهم، غادي نخدم عليهم شويه ومن بعد غادي نهبطهم لتحت، لتحت هاد الرانده عاد غادي نقطعوهم، ولا ممكن تعقدوهم باش ما يتحلوش. كيف ما شفتوا معايا غادي نجي لهنا لهاد الغريزه هادي، هاد الغرزه هادي ها هي، او هاد العوينه، وغادي نخدموها. ها نتوما حنا تنزير، حنا تنشد هادي هكا وتنخدم. ها نتوما صافي كيما قلت لكم تخدموا عليها غير شويه باش ما تبقاش باينه لكم بزاف. غادي نهبطها لتحت من بعد نقدر نعقدها، عاد نقطعها. ها نتوما غادي نزيد هادي كيف ما شفتوا، كيف ما شفتوا معايا خدمت هنايا بهذه الطريقه هادي. غادي نجي دابا هنايا غادي نضرب عاوتاني في الثوب، غادي نضرب في الثوب هكا ونحاول نزير مزيان ونجر هذاك الخيط اللي عندي من التحت. ها نتوما غادي نضرب عاوتاني هنا، الا تزادوا لكم العوينات تعرفوا راه غادي تزادوا لكم غير هنايا، ما عندكمش فين غيتزادوا هنا غير هنا فاش تكونوا كتجمعوا. واحد، ونحاولوا ديما هذاك الخيط اللي بقى عندنا في الغوز نحاولوا ندفعوه بحال هكا باش يهبط لينا لتحت، ندفعوه بالبره باش يهبط لينا لتحت باش ما يبقاش باين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا نحاولوا كما قلت لكم ندفنوا هذاك الخيط لتحت باش ما يبقاش ديفو هكاك باين. صافي غادي نخدمها بنفس الطريقه هكا،
انتم خدمت واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة خمسة ها ستة ها سبعة ها ثمانية ها تسعود ها عشرة، يعني ما تزادت لنا حتى شي غرزة ما تزادت. صافي غادي نضرب عاوتاني عوينة هنايا، غادي نضرب في سمحوا لي غادي نضرب في هاد الصف ديال الرانده اللي طلعت، غادي نضرب عاوتاني هنايا ونبقى غادي بنفس الطريقه نمشي ونجي ونمشي ونجي تنخدم بحال هادي، يعني تنوصل لهنايا. ملي غادي نوصل لهنا غادي نرجع معكم باش نشارك نخدم معكم هادي حتى هي، ومن ثم غادي نمشي بنفس الطريقه. نحاولو نزيرو يدينا مزيان، وداك الخيط لتحت ديما تنحقاو ندفعوه بحال هكا، يعني إلا منساليو الخدمة ديالنا وغادي نقادوه، ممكن تقطعوه ولا تعقدوه اللي بغيتو. هانتوما غادي نضرب عاوتاني في الثوب، نضرب في الثوب وغادي نرجع بنفس الطريقة. صافي كيف ما شفتو معايا غادي نكمل هادي تولي بحال هادي ونرجع معكم باش نخدمو هادي حتى هي، وديك الساعة غادي نسدو هاد الوريقات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت هذه الخدمه وصلت حتى لهنايا، صافي دابا غادي نخدم معكم هذه الوريقه هذه اللي هنايا. انا ركبت الخيط درته في الوسط كيف ما كتشوفوا معايا، صافي وغادي نجي لهذيك العوينه اللي درت هنايا. هاد العوينات اللي عندنا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غادي ناخذ هنا عاوتاني عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غادي ناخذ الاولى نشوف هاد الاولى، كنحاول نجر الخيط عندي هكا نجر الحرير سمحوا لي. غادي نجي عاوتاني هنايا غادي نضرب عوينه عاوتاني وحده اخرى، هانتوما اي واحد العوينه بقات لي هنا، هاي درت تبع عوينه. غادي نجي عاوتاني لهاد الاتجاه الاخر حتى هو، غادي ندير فيه غادي نهز هو من وحده، كنطلع حتى هو الفوق يعني الفوق في الاتجاه هذا بحال هكا، وغادي نجي عاوتاني لهنا وغادي ندير عوينه واحده اخرى هنا وكنزير مزيان. غادي نجي ديك العوينه اللي درت دابا ها هي نضرب فيها، ومن بعد غادي نضرب عاوتاني ديك العوينه الثانيه اللي كاينه في الغوز، غادي نضرب عاوتاني هنا الوسط وغادي نضرب عاوتاني في هاد العوينه اللي زدت هنايا، كنبقى غادي بنفس الطريقه انا طالعه وانا تنزيد هاد العوينه هادي. سول البراره كتدخل غير بزز لان الخدمه الخدمه رقيقه ومزيره بزاف، يعني بصعوبه باش كتدخل لينا البره، كان احسن لك انتو كديروا عوينات بحال هكا وكتشدوهم بالابره. هانتوما نشيل هاد العوينة حتى هي، كنجي عاوتاني هنا هاديك العوينة اللي درنا في الغوط ها هي،
هانتوما الطريقه اللي قلت لكم، كان احسن الا درتو بحال هكا باش تبقى تبان لكم هذيك العوينه. وصافي كنستمر بنفس الطريقه، نبقى انا طالعه وانا تنزيد. ما ننسوش هاد العوينات اللي كنزيدو في الاخر، هانتوما ديروا ليها هكا باش تبان لكم مزيان ملي تكونوا كتخدموا. هنا عندي تقريبا 10، خص يكونوا عندي 10 من هنا حتى لهنا. ها واحد، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة. وغادي نضرب في هاد العوينة هادي. كما كتشوفوا معايا كنبقى غادي بنفس الطريقه اللي خدمت بها هاد اللي لتحت. غادي نضرب في هذه الاخرى عندي هنا هاد العوينه، ها هي كيف ما كتشوفوا معايا. نحاول نخليها كتبان شي شويه باش ملي كنت نخدم فيها تجيني ساهله، يعني ما نبقاش نحاول نبقى نلعب هكا في الحرير تيتقطع. كيف ما كتعرفوا الحرير راه ماشي يعني ماشي حرير غليظ، راه رقيق، يعني ما بين جوج ديال الشعرات حتى لجوج ونص، يعني راه غير غادي تقطع علينا الا بقينا كنلعبوا فيها هكاك بالبره. هنا تقريبا بقات لي غير وحده هادي، صافي هادي الاخرى. غادي نزيد وحده هنا، صافي دابا كملنا. دابا غادي نمشي نيشان، ما غاديش نبقى غادي نحاول نجمع هادو في دقه واحده. شوف مره مره كيتبرم لي الحرير بزاف، كنحاول نقادو. كنشيل هاد العوينه اللي درت هنايا ما نساوهاش.
صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنا عاوتاني عندي هاد الخيط هذا الخيط الغوز غادي نخليوه هكا غادي نخدم فوق منه هانتوما غادي نجي لهنا لهاد العوينه هادي وغادي نضرب فيها هانتوما ونحاول نزير باش ما يبقاش لي داك الفراغ هنايا صافي وغادي نجي نخدم غادي تنخدم عادي بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا هنا تقريبا درت لي شي خمسة ديال الضربات صافي هذا غادي نديرو لتحت بحال هكا غادي نخليه لتحت باش مابقاش خدم عليه باش ما يبقاش يبان لينا دوك الخطوط بزاف ها نتوما دابا هو دخلته هنايا صافي غادي نخدم صافي كيف ما شفتوا معايا كنبقى جايه غادي نرجع عاوتاني من هنا وغادي نمشي غادي نمشي بنفس الطريقه اللي خدمت بها هنا غادي نخدم بها هنا ونمشي مثلا واحد خمسة المرات ونرجع معكم صافي هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما كملت هاد الوريقات طلعت هنايا غادي نطلعوا بخمسه ديال السطوره من بعد ما كنجمعوا هاد كنمشيو في لون واحد كنديروا خمسه ديال السطوره من بعد ما كنكملوهم كنبداو عاوتاني بنفس الطريقه هنا كنجيو هنا كنديروا خمسة كنضربوا خمسة وكنبقاو غاديين وكنقصوا كنجيو عاوتاني نفس العمليه هنا الوسط هنا كنطلعوا 8 ديال هذوك المربعات كنديروا 8 كنعاودوا نفرقوا عاوتاني بيناتهم وحنا غادي نكملوا نفس الطريقه نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم ما تنساونيش من اللايكات ومن التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتزيد كتشجعني شكرا لكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في درس جديد ان شاء الله ديال هاد الجلابه ان شاء الله.